فسهلا بيكو حبايبي، جيت النهارده اتكلم معاكو في برنامج جديد على قناة زريال القصير، وانتوا طلبتوا كتير مني، وانا النهارده ان شاء الله اول حلقة من حلقات مش دردشة. هتكون الحلقة كل مرة نتكلم عن موضوع معين، الموضوع ده بيكون بيهمكم كلكم او حاجة بيهمني بيها ربنا سبحانه وتعالى. عايزة أقدم طبعا موضوع الحلقات، هنتكلم في حلقات وعي، يعني ممكن نسميها حلقات الوعي. هتبقى حلقات ربما طويلة ربما قصيرة على حسب المدد وتمريرات الوعي اللي ربنا هيكرم بيها، هتكون حلقات مسجلة وهتنزل بشكل معين، يعني يعجبكم إن شاء الله بحول الله وربنا يقدرني ان انا البي كل او ارد على كل سؤالاتكم. حلقه النهارده هنتكلم عن حب الذات، وايه الاسباب والمسببات اللي ما تخليناش نعرف نحب نفسنا. احنا ليه ما بنحبش نفسنا؟ حتى لو احنا كنا فاكرين ان احنا بنحب نفسنا، فتلاقينا في بعض المواقف وبعض الحالات بنحس ان احنا لا، احنا بنكذب على نفسنا او بنتكلم باسم ان احنا نحب نفسنا، وفي الحقيقه مفيش حب صادق او جواني لنفسنا. حب النفس او حب الذات، تقدير الذات، احترام الذات، كل المصطلحات دي بتحوم حول نفس النقطه. هنتكلم باسلوب الدردشه اللي انتوا بتحبوها عند يعني على طريقه زريال اسير او زينب، بس هيكون الموضوع موجه تحديدا لنقطة معينة. بسم الله توكلت على الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وسلام الله على كل الأنبياء والمرسلين. طيب، احنا في طفولتنا عموما أول حب بنتعرض له أو أول حب بنكتشفه حب الأم. الموضوع تقريبا حساس لبعض الناس، تعزية الحارة والسلامي لكل من فقد والدته، ومحبتي ومواساتي مقدمة، وربنا يسعد كل بني آدم وبنعمة لسه يعني وجود مامته في حياته. الأم دي ركيزة مهمة وأساسية في حياة كل بني آدم، لأنه أول احتكاك، وحتى من قبل الولادة، يعني من مرحلة الجنين. مرحلة الجنين اللي الناس ممكن فاكراها انها سبات وان مفيش وعي، هو فعلا مفيش وعي بالمفهوم اللي هو المتعارف عليه، اللي هو انسان مدرك واعي، بس في وعي اللي هو بناء الجسد والخلايا، في لا كونسيونس سيلولير، في وعي الخلية، في ذاكرة الخلايا، في ذاكرة الجسد، في ذاكرة يعني تكوين الجنين. يعني الجنين برضو بيحس، بيستشعر الذبذبات، سواء ذبذبات قبول وترحيب أو ذبذبات نفور. يعني لو كان الحمل غير مرغوب فيه، فالجنين بتجيله ترددات وذبذبات بيتكون. إحنا مش الجنين ده يعني هو موجود في حقل مائي كبير، والماء ده مش هو ناقل فعلي وحقيقي للطاقة، الماء ناقل للكهرباء، ناقل للمغناطيس، يعني للحقل المغناطيسي، ناقل هو من المواقل. يعني لما بنقول العازل هو الخشب كعنصر بيعزل الكهرباء، لما بنقول ناقل هو الماء. فعشان كده طريقة شحن الماء لما بنشتغل على الفيديوهات قوس صغير عشان دايما الناس تفهم أنا بقول إيه، الماء بينقل، يعني بينقل الذبذبات والترددات والحقل الكهرومغناطيسي اللي هو في ذبذبات معينة. الدماغ عند الأم أو أي بشر عندنا، الدماغ ده بيفرز حقل مغناطيسي. الحقل المغناطيسي ده ناتج عن تفاعلات، يعني تفاعلات معينة على مستوى الأنسجة والخلايا بتاعت المخ، هرمونات معينة، الخلايا الرمادية، الخلايا البيضاء، يعني كذا عامل بيخلي إنه المخ ده يفرز
كهرباء او حقل كهرومغناطيسي، لانه مش كهرباء فقط بل كهرباء وفيها حقل مغناطيسي، عشان كده بيجذب. انت لما بتفكر او التخاطر او انت بتركز على حاجه فانت بتجذب. ما علينا، ده قوس، هنتكلم عن الموضوع ده يعني لو في حلقات معينه. انا بتوسع كتير في كلامي، فجيبوا حاجه ساقعه اشربوها، او دلوقتي احنا في الشتاء جيبوا حاجه دافيه اشربوها واقعدوا كده اسمعوا براحتكم، لاني بتوسع وفكره من فكره بتوديني لسكك تانية. المهم، اللي بتفرزه يعني ترددات افكار الام ومشاعرها، لان المشاعر بتنتج ترددات وذبذبات، لان المشاعر دي هواي. لو في اي صدمات هينقلها الجنين، لو في اي افكار سلبيه هتمر من خلال هي الدم، برضو الجنين بيتغذى على الشريان والحبل السري اللي بينقله الغذاء والاكسجين وحاجات كتير، فاكيد اللي بتعيشه الام هيستقبله الجنين، سواء من خلال التغذيه، من الدم، من الميه، من الاكسجين، لغايه لما يكتمل اعضائه، ولما يبتدي يسمع في بطن امه فهو بيخزن اكتر، ولما جسده بيكتمل فاول وعي بيتبني عندنا هو وعي الجسد. عشان كده الجلسه بتاعت فك اللي هي كارما وعي الجسد مهمة جدا، لأنها ممكن تحل 90% من كل الحالات اللي مش لاقيين لها إجابة، لأن وعي الجسد أول وعي بيتبني عندنا، والوعي الخلية عموما. هشتغل إن شاء الله على حاجة مونو سيلولار، يعني الخلية الأحادية الأم، ده حاجة أعمق بكتير، خليها دلوقتي لوقتها. بس هي الجلسة دي يعني بجد ممتازة، مش بشكر في شغلي، بس ممتازة كفكرة ان احنا تطرقنا لوعي الجسد، وخصوصا من تكوين الخلية او الجنين، فده مهم جدا لتنظيف اللي هي الذاكرة الخلوية او الذاكرة الاولى لتكوين النطفة. سبحانك يا ربي ما أعظمك في خلقك. طيب، يعني إحساس الحب ده إحنا بنبتدي نتعرف عليه أول حاجة من فكرة ترحيب بالحمل عند الأم أو رفضها لي، دي أول شك، أول صدمة ممكن نتلقاها، أو أول نعمة لو كان الحمل ده مرغوب فيه، فهتحس إن أنت وجودك في الدنيا لجيتم شرعي. لو كان وجودك والحمل ده مش مرغوب فيه، هتحس ان غصب عنك، انت مش لاقي تفسير، انت بتحب الدنيا وبتحب الارض بس حاسس ان كأنها الارض رفضاك، وهو ده في وعيك او في عقلك الباطن مش مسألة الارض رفضاك، هي مسألة ان ربما لو انت فعلا بتستغرب بتقول طب انا بحب وجودي على الارض، طب انا حاسس كأن انا عالة على الارض، او ان انا طفيلية من الطفيليات بعد اشتهر عليكم ليه، فده ربما جاي من ذاكرة الجنين، ربما الجنين يعني كان أو الحمل غير مرغوب فيه، فبتتكون عندنا حاجة، ولما بتتكون في سن بدري قوي في أول النشأة ده بتكون عميقة جدا وتحتاج شغل طاقي معمق وخاص، لأنها هتوصل لنقطة غويصة قوي في أعماق 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 الوعي أو اللاوعي، عموما هو وعي العقل الباطن أو اللاوعي بمفهوم فرويد. طيب، هو ده الكلام اللي انت بتقوليه ده يا زينب؟ ايه انت بتقولي ايه؟ عندكم حق. انا بقول ايه؟ لان انا بتكلم عن موضوع حب الذات، بفكركم يعني انت بتبتدي تتعرف على حبك لنفسك وتقبلك لوجودك على الارض من خلال وعي امك، ومن خلال الذبذبات والحاجات اللي هي بترسلها في الحمل. يعني لو في حتى من الاب، ربما الام يعني تكون يعني فرحانة، لأن عموما غريزة الأمومة بتبقى عالية قوي، وما فيش أم بتبقى كارهة فكرة الأمومة إلا لو في حالات نادرة برضو تحترم وليها علاج. بس حتى لو في من العيلة، من الأهل، من الجدة، يعني كل العوامل الخارجية اللي بتتلقاها نفسية الأم ربما تؤثر على وعي الجنين، ويعني عقله الباطن أو برمجياته الأولى، وده اللي بيكون في تشكيل الماتريكس بتاع الإيجو أو الجهاز الدفاعي بتاع الإيجو، يعني بيكون له
حاجة في اللاوعي اللي بعدين هتبقى لما يكبر بتتخلد في سلوكه أو بتترسخ في سلوكه. طيب وجع ده بيعتبر في لائحة قائمة أو قائمة أوجاع الروح اللي هما اللي بليسير دولام المتعارف عليها يعني في مجال التنمية البشرية وعلم النفس الطاقي أو علوم الطاقة عموما. الأوجاع الروحية الخمسة بس هما تقريبا سبعة بس الخمسة الأساسيين اللي هو وجع الرفض والتخلي والخيانة والاضطهاد والظلم أو المظلمة لا جستيس لا رجي لا باندون لوميلياسيون اي لا تريزون لأصدقائي الفرنكوفونيين. وجع الرفض هو العامل الأساسي الأول في تقبل الجنين أو رفضه في مرحلة الحمل. فتقريبا الناس اللي بتبقى حاملة لوجع الرفض كعنصر أساسي في أوجاع الروح اللي بتيجي الروح مصدقة عليها، يعني في أوجاع بتيجي الروح عمدا للدنيا وهي مصدقة على إنها تعيش التجربة النفسية أو الروحية دي لأن ده من مشاوير أو من مسالك تعلمها، فهي جت تختبر جسد المشاعر. أنتوا لازم تتذكروا إحنا اتكلمنا زمان وهعيد الفكرة دي كتير لغاية لما الوعي يكتمل وتفهموها بجد، إنه الروح بتيجي الأرض ليه؟ عشان تختبر جسد المشاعر، يعني هي بتيجي عشان تعيش تجربة من المشاعر، وده اللي بيميز الوعي الأرضي لأن في أبعاد عليا مفيش التناقض أو الثنائية بتاعت المشاعر دي، في ذبذبات عالية من الإيجابية والنور والسلام، فهي بتيجي هنا عشان تختبر تجربة شعورية سواء من الألم لكي ينضج يعني الوعي ويكتمل الوعي البشري لكي يكتمل ويصير بنفس مستوى أو يقارب وعي الروح، وده في مرحلة التعلم. دي الاختبارات الأرضية اللي بتيجي الروح عشان تختبرها أو تعيش التجربة. أسئلة إن شاء الله هرد عليها تحت التعليقات لو في حاجة عايزين تسألوها بخصوص الموضوع. فحب الذات يعني بيبدأ أو بينشأ من النقطة دي كبداية، ثم في الطفولة لو في أب نرجسي أم نرجسية أو في عيلة مفككة أو في انحياز لبعض الأطفال يعني في الإخوة، لو في علاقة غير صحية بين الأم والأب أساسا، لو في طلاق، لو في فراق، لو في حالات وفاة، لو في صدمات الطفولة برضو بتلعب دور أساسي وأساسي جدا في نشأة جسد المشاعر، لأن الجسم بيكتمل نموه مش بيكتمل نهائي، بس هو دايما الجسد زي ما بنقول النسخة الأولى اللي هو خلاص إيدين وعينين، يعني جسد مهيئ إنه هو يعيش في الأرض، بس لما يكبر دي ومراحل تطور الجسد يعني ما فيش فيها توقف، بس بتكلم عن وعي الجسد بيبتدي يعني لما نكون في مرحلة الجنين والتكوين الأول، ووعي المشاعر بيبتدي في مرحلة الطفولة. الطفل بيبتدي يتعرف على المشاعر من خلال معاملته لأهله، من خلال معاملة أهله ليه، وخصوصا الأم اللي بتلعب دور يعني رئيسي. يعني جلسة الديفا، وإن شاء الله الجلسة اللي هعملها بنفس الجودة وبنفس أساليب التشافي بس خاصة للرجال، مهمة جدا بالنسبة لفك الحبل السري الطاقي مع الأم. مش معنى كده زي ما فسرت في الجلسة إن إحنا هنكره أمهاتنا، بس إن إحنا نستقل بوعينا عن الوعي اللي مررتهونا الأم أو عن المعاملة أو عن الطفولة أو عن كل البرمجيات اللي كانت الأم هي السبب فيهم، ومع التسامح ومع الغفران ومع الحب لا مشروط في الأم، لأن ما فيش أم بتعمل كده يعني من تلقى نفسها يعني أو بطريقة بشعة أو مقصودة،
فتأكدوا ان الاب والام يعني حتى لو انتوا مش راضيين عن تصرفاتهم في الصغر او في الطفولة، بس تأكدوا انهم عملوا اكتر ما في وسعهم، وده اكتر او اقصى حد عندهم للوعي وللمعاملات، وهم برضو بيعاملوكوا بالطريقة اللي تبرمجوا عليها هم نفسهم في الطفولة. فأب وأم بيلاقوا قدامهم عيل حاجة مش سهلة، لأنه بطريقة غير شعورية بطريقة لا واعية بيرجعوا لذاكرة طفولتهم هم، وربما لو ما فيش تشافي، لو ما فيش وعي، لو الأم مش واعية أو الأب أو العيلة عموما. فعشان كده احنا بنشتغل كتير على رفع الوعي يعني بصفة عامة، عشان برضو الأجيال القادمة تكون في تجاذبات كارمية أقل وأخف. بس هم بيكرروا تجاربهم ربما الشعورية، بيستنطقوا حاجات من اللاوعي وبتتجسد في معاملتهم ليكم، لأن انتوا بتعكسوا لهم مراية من ماضيهم. تحية والسلام لكل الأبهات والأمهات، مهما عملوا مهما قالوا بيفضلوا دايما يعني ليهم دور مهم جدا في حياتنا. ومع التقنية يعني لو حد مش مسامح أهله ممكن يعود نفسه بتأمل الأوبونو أوبونو، اللي هو أنا آسف، سامحني، شكرا، بحبك في الله. يعني حتى لو في الأول بيقولها كلام من غير اقتناع أو من غير تقبل، بس بالتكرار مع كل مرة يدخل في حالة تأمل هيحاول يعني يشتغل على وعي السلام، ويحاول إن هو يعني يشتغل على تقبل فكرة التصالح والسلام، لأنه كده بيحرر نفسه في المقام الأول يعني دونا عن الأشخاص. فأنت بتحرر نفسك قبل أي شخص تاني. كذلك وجع الرفض بيخلف ايه؟ انا بتكلم دلوقتي على وجع الرفض، وفي وجع التخلي برضو، الحاجات اللي كل الاوجاع الروحية بتخلف فينا علامة من في اللاوعي، كأنها بتقول لنا انت مالكش حق تحب نفسك. بس تفاوت الدرجات بقى، لان وجع الرفض والتخلي دول اكتر شروخ عويصة على مستوى الروح، اللي فعلا بتتطلب جهد ومثابرة على الشغل عليهم، وهم من أكتر الحاجات اللي بتعلم قوي في جسد المشاعر. كذلك التعنيف، كذلك الاضطهاد، كذلك كذا وجع، بس التخلي والرفض هم لأنهم أول الأوجاع اللي يتعرف عليها جسد المشاعر، لأنهم مرتبطين ارتباط وثيق بالأهل، الأب والأم. هتكلم باستفاضة أكتر لما بتكلم عن الأوجاع عموما، أوجاع الروح. هعمل حلقات إن شاء الله كتيرة، هحاول، لأن أنا كنت ناوية من زمان أن أنا أخصص فقرة اسمها حلقات الوعي أو حلقات التنوير. هشوف لما بنتكلم عن الوعي هتكون حلقات الوعي، حلقات التنوير نتكلم عن كأنه تدريس أو تعليم أو تمرير وعي بخصوص العلوم الطاقة وحاجات كثيرة. بس دلوقتي احنا بنتكلم في حلقات الوعي إن شاء الله، يعني هنزل حاجة كل مرة نختار وجع ونتكلم عليه. بس دلوقتي أنا بتكلم بطريقة عامة، لأن المحور الأساسي بتاع الفيديو ده هو حب الذات، إزاي أتعلم إن أنا أحب نفسي، وإزاي أوعى. لأن أنت، أنا لما أجي أقول لك 1 2 3 أنت هتحب نفسك لازم تعمل 1 2 3 كذا كذا، وإنت مش فاهم الجذور والأسباب، فأكيد اللي هتعمله هيبقى ميكانيكي. وإنت لو ما فيش وعي باطني لمسته أنا بكلامي عشان تفهم الأسباب والمسببات، فده بيعمل 50% من مرحلة التشافي أو الاستفاقة، أو مرحلة إن أنت يكون عندك وعي بالأسباب، وإن يكون ليك مفهومك للوضعية، فده 50% من مرحلة التقبل أساساً. لأن لو أنت في حاجة مش فاهمها أكيد مش هتتقبلها، ده الطبيعي. ولما تتقبلها عشان فهمتها وعشان اقتنعت بيها، فأنت لما تتقبلها فأنت خلاص يعني المرحلة الجاية، فأنا يا إما هغير أو هقعد على زي حالي كده. فأنت رحت في 50% من الشوط الأول، والشوط الثاني بقى قرارك، لأن بعد التقبل يجي القرار.
انا قررت ايه، انا قررت ان انا اغير واصلح، او قررت ان انا اعيش الحاله دي زي ما هي. وبينهم الاثنين، بين الشوط الاول وقرار التغيير، في مرحله الحداد، اللي هو لما حاجه اوعى بيها فاكيد هسترجع الحاله الشعوريه الخاصه بيها واعيش الحداد، فتره الحداد لا بيريود دي، اعيش حاله الشعور دي وتقبلها هي كمان لانها راحله. لان بعد ما يكون في وعي، مرحله الحداد دي هتبقى ما بتاخدش اللي هي استمراريه، هي فقط بتيجي زي اللي هو التلقيح والحقنه الثانيه، الجرعه الثانيه دي عشان تعمل تذكير. ف الشعور ده بيجي لك عشان تعيشه بوعي، لانك زمان كنت بتعيش الحاله الشعوريه بدون وعي، بدون مفهوميه، بدون تقبل، في حاله رفض، في حاله هيجان، في حاله غضب. وده اللي هيخلي عندك حاله من التمرد على الشعور ده ورفضه، فعشان كده هو بيفضل متبت فيك ومستمر. اول مرحله، مرحله التقبل الذهني، انك تقبل الافكار، انك تقول اه فعلا الموضوع ليه جذور، اه فعلا منطقي الكلام ده، بيخش الدماغ، انا اقتنعت كده فعلا الموضوع ده، يعني انا مقتنع. فمرحله ان انت تقتنع وتفهم دي فيها جزء كبير بيخدم فكره التقبل. وفي ناس بتتقبل حتى بدون فهم، ودول عندهم نعمه كبيره من عند ربنا يحمدوا عليها ربنا، لانهم ما بيتعبوش قوي زي الناس اللي عقلانيتها نشيطه قوي. فالتقبل هيخليك تعيش الحاله الشعوريه، بس ايه؟ بوعي، مش من غير وعي. لما تعيش الحاله الشعوريه، سواء من احزان بترجع، ذكريات اليمه من الطفوله بتطفو على السطح، بس انت بتعيشها ودلوقتي بقيت واعي، انا بعيشها عشان هي ليها جذور، عشان انا فهمت مصدرها، عشان وعشان. لما بتعيشها بوعي هي خلاص ادت الرساله، هي رسالتها ان انت تكون واعي. خلاص لما انت وعيت هي هتيجي تعيش عشان تتخلص من اخر البوائي بقى، يعني انت تعمل حاله الحداد، زي ما انت بتودع حد كده كان مقيم معاك، او بتودع حيوان عزيز عليك، هتدين عيله تانية او هتسربه بره. يعني هدي رساله الاحساس او الشعور اللي بيجي عشان ينبهك ويلفت انتباهك لحاجه معينه. كنت بتكلم عن وجع الرفض وتاثيره، يعني وجع الرفض ده بيخلي البني ادم يفقد ثقته في نفسه وثقته انه ممكن يكون محبوب. وبدايه وجع الرفض دي اللي بيكون يعني المنشا بتاعها البيئه الاولى، الاهل خصوصا الام. يعني وجع الرفض لو كان من طرف دايما، يعني الام هي اكتر حد ممكن ياثر في النقطه دي، لانه وجع الرفض من الاب ممكن الام تعوضه، بس لو وجع الرفض من الام فمستحيل انه يكون يتعوض، صعب جدا. بس طالما احنا دلوقتي في مرحله ان الانسان وصل لسن معين ونضج معين، فيتحمل مسؤوليه نفسه شعوريا برضه. يعني مش معنى ان انا يعني تعرضت مثلا وجع رفض او غيره، يعني بتكلم بالعموم عن الانسان الجميع، يعني هفضل طول عمري متشعلق في النقطه دي وعلق عليها كتله بقى الالم اللي هيجي بعدها كله. هو انا متفهمه النقطه دي بالذات، لانه جسد المشاعر او الطفل الداخلي بمسميات، يعني الطفل الداخلي هو تعبير مجازي عن كلمة جسد المشاعر الغير ناضج. يعني فطبعا الطفل الداخلي ده يعني ساعة لما يتشافى ويكتمل وعيه، وعي جسد المشاعر، فأكيد هيسمح لنفسه بالنضج. فبعد كده هيبقى يعني جسد مشاعر مكتمل النضج. حان الوقت لتحمل مسؤولياتنا، مسؤولياتنا الشعورية. يعني أقصد أن برغم كل الحاجات اللي حصلت دي في الطفولة، بتيجي لحظة حاسمة في حياة البني آدم أنه لازم ياخد عهد قدام نفسه. ودي حكمة الكون في أنه يعيد التجربة عليك، أو يعيد يحطك في مواقف متشابهة للماضي
تقول ان انا خلاص يعني انا تشفيت او ان انا اشتغلت على نفسي فانا برجع لنقطة الصفر. ليه؟ لا، انت مش بترجع لنقطة الصفر، هو فقط اختبار اذا كنت انت جاد تجاه نفسك ولا لا، اذا كنت انت فعلا يعني ملتزم بالقرار اللي انت اخدته او بالخطوة اللي انت عملتها للتغيير دي، او لانك تستقبل البدائل الايجابية يعني السلوكية او غيرها. إذا كنت فعلا يعني قدها وقدود ولا هو كلام وخلاص. فده الحكمة من إن أنت تعيد تعيش نفس التجربة أو التجربة الشعورية، بس مش هتكون لها وقع زي الأول. لو أنت في مرحلة تشافي هتكون وقعها يعني وجيه، وفقط بتيجي زي التذكير التلقين، زي ما بتعمل جرعة التلقيح الأولى والثانية للتذكير. فعلا بيبقى الإنسان اللي واعي بالنقطة دي بالذات وملتزم تجاه نفسه بيقدر إنه يكسر الدائرة القديمة، الميكانيزم القديم ده أو البرمجة الميكانيكية اللاواعية السلوكية، عشان يتبنى أو يعني يخوض في تجربة أكثر إيجابية، تجربة جديدة، تجربة أكتر وعيا. يعني هو قانون الجذب برضو بيشتغل بنقطة دي، يعني أنت بتجذب لنفسك الحاجات المتخلدة في عقلك الباطن برضو، تجارب الشعورية. لو أنت بص يعني لو أنت ربط في ناس أصل بتتلقى الحب من الأهل بطريقة مش بتتلقى، يعني معاملة الأهل ليها سواء كانت توكسيك أو غير توكسيك، سواء كانت يعني فيها ألم الرفض أو التخلي أو غيره، فالعقل الباطن لان دي اول تجربه حب يعيشها الطفل مع اهله الدائره الاولى اللي هي الابوين، فالطفل في العقل الباطن بتاعه احنا كلنا لما كنا عيال فاهمين ان الحب هو ارتبط بالاحساس ده، اي احساس الوجع، احساس الرفض، احساس التخلي. ففي ارتباط شرطي، يعني طالما زي ما بتقول انت اخذت الطفل ده واديته ورقه وقلم وقلت له هي الورقة دي ما ينفعش تترسم فيها غير مثلث، طب أنا ممكن أعمل دايرة أو مربع؟ لا، هو كده عشان أنا أهلي برضو زمان ادوني ورقة بيضة وفهموني إن ما فيش غير المثلث، فبشبه يعني عشان تفهمه. فالطفل خلاص اتعود إن المثلث ده هو رمزية الحب أو طريقة التخاطب أو التواصل، يعني ترجم الحب من خلال المثلث اللي رسموه له ام وابوه او عيلته القريبه في اول سن، في اول يعني الطفوله، اول سن الطفوله. دي برضو ميكانيزم بيترجمه العقل الباطن، يعني كانه عمل ارتباط شرطي للاحساس بالحب بالاحساس بالالم من وجع الرفض او التخلي او الحرمان او المعامله السيئه، او انه لازم يقدم الطفل تنازلات عشان يبقى فيه فاليديشن. في برضو اسلوب يعني في التربيه في ناس كتيره اتعلمت عليه او نشات عليه انه لازم الطفل يقدم تنازلات عشان يعجب، عشان يصادق عليه، عشان ليه حقيقه الوجود وشرعيه المحبه من والديه. يعني زي مثلا انت تقعد ما تعملش شوشره، ما تزعجش تيتا، انا وديك النادي معايا، ما تعمليش قلق، تطلع معايا في المواصلات، بقك ساكت. فالطفل بيبقى كانه بنعلمه انه لازم يقدم شروط معينه عشان الام تقبله. يعني زي ما تكون في اللاوعي بتديله اشاره انه لو ما عملش كده يبقى مرفوض، انت مرفوض مرفوض. فهمتوا؟ فدي برضو في العقل الباطن يعني بيبقى البني آدم لما بيكبر بيبقى فاهم انه لازم يخضع او يقدم تنازلات عشان يعجب، عشان يصادق عليه. وانا استغل النقطة دي في حاجة برضو بنعيشها اللي بيكونها ألم الرفض، اللي هي انه خوفك من حكم احكام المسبقة او خوفك من نظرة الاخرين، لان وجع الرفض بيخليك تتنازل عشان تعجب وتقدم الخدمات عشان يصادق عليك، عشان تؤيد، عشان تبقى فاليدي في فاليديشن مؤيد. يعني كان انت بتستمد شرعيتك من ارضاء الاخرين او من
استحسانهم للحاجه اللي انت قدمت لها قدمتها او التنازلات او التصرفات. فاحيانا مش احيانا بس غالبا ناس بتضيع عمرها انها تلبس شخصيه مش شخصيتها، وانها بتهدر عمرها كله بتضيع شخصيتها. يعني احيانا الناس بتتبنى سلوكيات ولا تشبهها تماما، ولا تشبه افكارها، ولا تشبه احاسيسها، ولا تشبه ارواحها ولا ذواتها، وده خطير جدا. ودي مرحله متقدمه جدا بعد ما يكون الوجع ده تغلغل بقى في البني ادم وعاش فيه زي المرض. حاجه تانية وهي مرتبطه بكل اللي احنا قلناه، انه الشخص اللي بيتعود على الميكانيزم ده وارتباط شرطي في دماغه انه لازم يعمل مجهود عشان يحس انه ليه شرعيه او احقيه انه يتحب ويتقبل زي ما هو، فدي برضو بتخلي عنده تعزيز فكره انه هو مرفوض على الحال اللي هو فيه، مرفوض لذاته كده مجرد من اي مجهودات. ودي برضو بتيجي من الاهل في الاول، لانهم بيزرعوا في عقول الاطفال من غير وعي منهم طبعا. انا مش بتهم اي احد من الاباء او الاولياء الامور، شكرا ليهم على كل ما قدموا، شكرا ليهم على كل ما اعطوا وعلى ما منعوا. يعني اكيد ما فيش اب وام بيعملوا كده من وعي او بعمد، فهم فقط عملوا اللي عليهم واكتر على مستوى وعيهم على اللي نشأوا بيه وعلى الحاجات اللي تربوا بيها من اهاليهم برضو. فبالعكس انا ادعو كل الناس انها تتسامح مع اللي فات، عشان انت دلوقتي في سن نضج او على بوادر سن نضج للشباب اللي بيسمعوني، او انت خلاص بقيت عاقل، بقيت وعيك الذهني حاضر، فانت ممكن تاخد مسؤولية نفسك، ما تقعدش ترمي على غيرك، لانك لما تقعد ترمي على غيرك فانت بتعزز دور الضحية وبتعلق فشلك على تصرفات الاخرين، على حاجة انت روحك موافقة ومصدقة انها تيجي تعيشها. لان الروح بتيجي عشان تختبر ايه؟ تختبر جسد المشاعر، تختبر التجربة الشعورية، الحاجة اللي هي هنا متوفرة في البعد ده اكتر، لان البعد الاعلى والاعلى فذبذبات حب لمشروط سلام وراحة، ومفيش التجاذبات الثنائية دي. عالم الثنائيات في البعد الأرضي، لأن لما نطلع على بعد أعلى من الأرضي، أو يعني مش نطلع في صاروخ، بس لما نرتقي شوية عن البعد الأرضي، فمفيش ثنائيات، في وعي تكاملي، في التحام، في وعي الوحدة. واللي احنا دلوقتي عايزين نوصل له حتى واحنا في الارض كده، نكون يعني في مرحله ارتقاء وعي. قوس دي مواضيع نتكلم فيها في حلقات ايه التنوير، دلوقتي احنا بنتكلم في حلقات الوعي. انا بشير للاسباب والمسببات اللي يمكن تكون ساهمت في طريقه تعامل البني ادم مع حبه لنفسه، وازاي يعني يوعى ان هو مش بيحب نفسه حب كامل، لان حب النفس من اساسياته احترام النفس. يعني لو في حد مش عامل حدود، مش حدود اللي هي يعني healthy boundaries، حدود سليمه، حدود لسلامه التعامل، يعني لو حد بيسمح للناس حتى لو اهله بيتعاملوا معاه بطريقه معينه ما يجيش يشتكي، طالما في أرض سداح مداح كده، ولا حارس ولا سور، سوري للتعبيرات العشوائية بس عشان بنتكلم بالبسيط عشان كل الناس تفهمني أنا بقول إيه. لو أنت زي قطعة الأرض كده يعني سايبة ملهاش صاحب ولا ليها حارس، فأي مواشي معدية تيجي تاكل وترحرح وتبلص في المكان وتعمل بيبي. معلش أسف على المصطلحات دي، بس بشبه يعني. فأنت قطعة الأرض دي اللي هي نفسيتك، اللي هي سلامتك النفسية، اللي هي حدودك، اللي هي أنت. فالحدود دي مش معنى كده الحدود يعني أنت تكون بارد وتلم وما تعرفش تتعامل مع الناس وتكون بتصد الناس، لا، بس في حدود نقف عندها، الحدود اللي فيها كرامتي، اللي فيها أنا ما ينفعش حد يتعامل معايا بالطريقة دي، بس من غير خناق، من غير خناق. بس طالما احنا في وعي مجموعة كبيرة من الشعوب اللي نادرا ما حد يكون واعي بالحاجات دي، يعني تقريبا نسبة كبيرة من الأشخاص مغيبة الوعي في نقطة التعامل السليم والعلاقات الصحية السليمة،
فأكيد أنت مطالب إن أنت تفرض ده وتفرضه، مش ضروري بالخناق والعافية، بمجرد إن أنت تعرف تقف في النقطة اللي فيها ينتهي حبك لذاتك عشان تتنازل للآخرين. هي نقطة، هو خط، تعرف إنك توقف نفسك قبل ما تقدم التنازلات اللي بتنتهك فيها حرمة مشاعرك وتنتهك فيها حرمة حبك لذاتك. يعني انا اتصرف مع الناس بحب وبدي وبقى، يعني مش بتكلم على نفسي كزينب، يعني بتكلم كده في المجمل، بتاخذ الصيغه بتاعه الانا. يعني انت او انت بتتصرف بحب مع الناس، مش ضروري ان انت تبقى حد يعني اللي هو معامله معاه تبقى يعني ممله، لا، بس حتى لو العيله والاهل والصحاب والناس القريبين بطريقه سلسه ودبلوماسيه وبكل اخلاق، ومش ضروري بالخناق والعافيه والتشنجات، لانك لو متمكن من هالتك وبتحلي طاقتك مفيش داعي للغضب والتشنجات. هتتقبل، مش تتقبل يعني تسمح بالمرور، بس هتتقبل ان انت في بيئه في ناس كتيره رافضه للبيئه اللي هي فيها، وفي ناس كتيره للاسف يعني وجدت في عائلات كده، يعني مع علاقات مستحيل قطعها. انا ما قلتلكش اقطعها، بس تعلم احمي هالتك، احمي ذاتك، احمي نفسيتك، ما تكونش سهل التاثير فيك. يعني اتعلم ايه في ودانك حتى وانت قاعد في وسط ناس بتتكلم، فتعلم ان انت تعمل زي الستارة كده بتنزلها على ودانك، يعني ممنوع دخول اي بارازيت، اي طفيليات من الوعي منخفض. بس انا موجودة اهو ببتسم، بس دماغي يعني راحت في حتة تانية، وانا اللي هو الباسيف ليسنينج او ليكوت باسيف او الاستماع السلبي، يعني اللي هو مش سلبي بس اللي هو يعني الاستماع الصامت، او ما اعرفش ترجمه براحتكم، ان انت بتسمع بس مش بتسمع، يعني بتسمع كده ودنك مفتوحه بس ان انت قافل التسجيل والتحميل، مش بتحمل الكلام ده في وعيك. دي مرحله من التدريب تتدرب بيها نفسك، يعني كادوات عمل بديها للاشخاص اللي عايشه في بيئه سامه مع الأقربون، يعني اللي هم بيكونوا معاملتهم فيها نرجسية أو إن هم يعني في وعي تاني خالص، أو بطريقة ما فيش أمل في إن أنت تقعد تجاهد في نفسك وتعافر مع أمل الإصلاح. على فكرة إنك تستنزف جهدك وطاقتك على إصلاح الغير بدل ما تستنزف جهدك وطاقتك مع نفسك، وإن أنت تحاول تحمي نفسك، ده يعني مش من الاستراتيجيات الناجحه ولا من الذكاء. انت مالكش دعوه بيهم، انت عليك بنفسك. حتى لو انت موجود في بيئه سامه وضحله، طالما انت افكارك محدش بيأثر عليها، طالما انت اتعلمت تحب نفسك بالشكل الصحي السليم، ممكن ما توافقش على وجودك الدائم معاهم، ممكن حتى لما تكون مع مجموعه بتاع ناس في وسط عمل او في وسط عائلي صعب ان انت تقطع العلاقات دي، بس تواجدك يبقى ليه طابع مختلف، حضور مختلف، تواجد كاريزمي في حمايه الهيلثي، مش عنف ومش اجريسيفيتي، مش عنف، فقط انك تكون عدم الاستفزاز، لا تكون سريع الاستفزاز، لان لو حد نجح في استفزازك فهو كده اخترقك بقى بافكاره، نجح انه يبث السموم بتاعته، سوري يعني بعد شر عليك، وفيك في افكارك، نجح في انه يسمم نفسيتك ويسمم افكارك. انت كشخص متحكم في اعصابك، وان انت لا تستثار بسهوله، فده برضو نوع من انواع انك تحمي نفسك حتى لو في وسط سام، انك تتقن الرد اللطيف، لكن الرد الذي يضع حدا فاصلا لكل التجاوزات التي تسيء لحبي لنفسي بطريقة مؤدبة لا تخلو من اللين واللطف والاحترام. طبعا دي برضو حاجات بتقولي هتعلمها ازاي واعمل كورسات، ولا كورسات ولا نيلة، هو فقط ان انت لما يبقى عندك في وعيك في عقلك الباطن بتشيل البرنامج القديم وتزرع البرنامج الجديد، هتلاقي السلوك كده من تلقاء نفسه يعني بيحاول ياخد وضع جديد. فانت لما تزرع السيكولوجية دي او تزرع ثقافة حب النفس وتزرع البرمجية الجديدة في عقلك الباطن وتطرد البرمجية القديمة بتاع الرفض
الكره الذات والاحساس بالعار وغيره وغيره وغيره، وتدي لنفسك احقيه الوجود وشرعيه الوجود، وتستمد حبك لنفسك من نفسك ومن الله مش من الاشخاص. فانت كده العقل السليم ده لما يعني العقل لما يبقى بالشكل السليم وتبنى البرمجيه السليمه دي، فالسلوك او الردود او التصرفات هتيجي لوحدها. في الاول ربما مش هتبقى واضحه، وهتبقى بين القديم والجديد، وانت مش عارف ده شخصك القديم بيتكلم ولا الفيرجن او النسخه الجديده. بس في الاخر لما يختبرك الكون كذا مره ويلاقيك ان انت ثابت ومتمسك بالتغيير الجديد ده ومش عايز ترجع ورا، خلاص كله هياخد شكل تلقائي، كله هيتسيستم بشكل تلقائي، الرد هيجي لك لوحده طالما يعني انت قابل فكره ان انت ترد. لان لما يبقى شاكرا الحلقه عليها بلوكات برضو هتحس ان انت بتواجه كل شيء بالصمت، والصمت برضو لغه، والصمت ليه حضور وليه قوه في الرد، بس لازم نعرف امتى نتكلم وامتى نسكت. مع شغلك على شاكرا الجذر والحلق هتلاقي نفسك يعني مع البرمجه الجديده دي بتاع تبني فكره حب الذات، هتلاقوها في كذا حاجه من اعمال قناه للناس اللي بتتابع قناتي، للناس اللي مش بتتابع قناتي وبتسمع الحلقه دي يعني مش ضروري، فانا برحب بيهم طبعا، يا ريت يعني لو حابين يكتشفوا اعمال القناه، بس لو مش عايزين يعني يشتغلوا من القناه دي ليهم نصائح عموميه عامه يعني في العموم، انه ممكن يشتغل، مش ممكن، لازم يشتغل على تشافي جسد المشاعر، اي بمفهوم ثاني الطفل الداخلي، جروح الروح، وخصوصا جرح الرفض، وجع الرفض او التخلي، يشتغل على شاكرا القلب وشاكرا الحلق وشاكرا الجلد، ويشتغل على التجذر، ويشتغل على فك اوساط شاكرا الحل، لان من خلال الشاكرتين دول مع القلب طبعا، القلب لانه بيسمح لينا بان احنا نحب نفسنا في الاول باستقبال حبنا نفسنا والتصالح مع نفسنا قبل الاخر، لانك مستحيل انك تجذب لنفسك تجربه ايجابيه في العلاقات وانت علاقتك بنفسك سيئه. يعني اذا كنت انت بتعامل نفسك معامله وحشه حتى من غير ما تشعر، او ان انت مستهين بحق نفسك، مستقل من نفسك، انت مش ملتزم تجاه نفسك، مش بتاخد نفسك على محمل الجد، مش هتجذب ده لحياتك. كل اللي انت بتعيشه مع نفسك في تجربة فردية هينعكس في عالمك الخارجي، وعالمك الخارجي ده هو عبارة عن انعكاس لما يدور بالداخل، ودي من نعم الله، لانك من خلال العالم الخارجي هتاخد بالك ان في حاجة من الداخل، خصوصا بتكرار التجربة او بتكرار الانعكاس ده، فدي نعمة الحمد لله عليها. انك تتعامل مع نفسك بمحبة، يعني انت بتحب نفسك بصدق، مش تقول كلام، كلنا سهل ان احنا نقول انا بحب نفسي، انا مش بتكلم عن حب النفس النرجسي الاوفر اللي انا ما فيش زيي، وانا وده حلو ان انت تقول انا اجمل حد في الدنيا، ما حدش له صالح انه يتدخل في احساسك بنفسك، بس انا بتكلم عن true self love، الحب الحقيقي للذات، مش بتكلم عن الافوره النرجسيه. حبك الحقيقي لذاتك ينطلق من مبدا الاحترام، احترامك لنفسك، وتقف عندما تحس ان في حاجه هتلمس او هتخترق حدود انت رسمتها لاحترامك لنفسك. احترامك لنفسك ده ليه كذا مؤشر وكذا انعكاس، فانك تعرف امتى تنسحب من علاقه حتى ولو في مشاعر، انك تعرف تاخد القرارات الايجابيه دونا عن كل الاعتبارات التانيه اللي ممكن تتنازل عشانها، انك ما تقدمش تنازلات على حسابك انت، مش معنى كده ان انت تكون اناني، انك تكون معطاء مش معنى كده انك تكون مستنزف ومداس عليك. لازم نفرق في الاعتدال هنا، ان انا اكون معطاء بس مش معنى كده ان انا هاخد على قفايا، ان انا اكون كريم مش معنى كده ان انا اكون عبيط ومستنزف. ف يعني في ناس بتأفور حتى في الصفات، واخر الامور اوسطها، حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال كده عليهم سلام الله كلهم، ومرحبا بكل الاعضاء والمتابعين سواء من المسلمين او من غير ديانه الاسلام، قناة زريا الأسير ترحب بالجميع بدون أي تحفظات.
انا عايز اقول من خلال الحلقه دي انك تنتبه لكل التفاصيل اللي انا ذكرتها، ربما انت عارفها بس محتاج حد يفكرك بيها او يتكلم بطريقه معينه عشان يوصل لعقلك الباطن ويفك الترباس بتاع الاحداثيات دي او الافكار القديمه الهدامه دي او البرمجيات اللي انت يعني مش قادر تتغلب عليهم، لانها اخذت منك ومن عمرك ومن طفولتك من وقت شبابك او ان انت عايشها لغايه دلوقتي للناس اللي فئه شبابيه عمريه بتتابعني. بس مسؤوليتك تجاه نفسك انك تخرج بره دايره الضحيه دي وتوعى ان انت اخترت انك تعيش التجارب دي من قبل ما تتولد وتعرض عليك شريط حياتك وانت وافقت عليه وانت في بطن امك، ده بموجب الاحاديث الدينيه وكذلك في العلوم الروحيه والروحانيه بنقول ان برضو الروح وافقت على التجربه وعلى اختيار الابوين وعلى اختيار العيله وعلى البلد اللي هي هتتولد فيه. فكفايه وبطلوا او نبطل كلنا بربطه المعاتب ان احنا نعيش دور الضحيه ونرمي فشلنا على تربيه الاهل وغيره وغيره. ياما ناس اتربت في بيئه اصعب من كده بكتير وحققت نجاح وبقت ايقونه بيتكلموا عنها، فالناس دي مش زايده عليك دراع او رجل او دماغ، كلنا نفس التركيبه، كلنا فينا عقل، كلنا فينا عزيمه، فينا طاقه، فينا اصرار، بس اللي يوجهنا للي نوعى بيها نعرف نستغلها عشان نفهم احنا هنتحرك ازاي. وربنا بيوفق على فكره لكل بني ادم هو ناوي من جواه انه يسير في طريق التحسن والتطور والرقي بالوعي والاصلاح من نفسه والتشافي ان امكن، فربنا بيوفق وبيخلق السبل والاسباب. انا بشكركم جدا على الانتباه، اعتقد ان الحلقه دي اخذت يعني الشكل المطلوب. ممتنه جدا للثقه اللي وضعتوها في القناه. لو عجبكم الموضوع عجبتكم الحلقة إن شاء الله نتطرق لحلقات تانية. النهاردة حلقة النهاردة اتكلمنا عن وجع الرفض وتأثيره على الأشخاص في حبهم استنقاصهم من ذاتهم وتأثيره السلبي على حب الذات. الموضوع العام هو حب الذات وكل الحاجات اللي جاية ضده هنفهمها يعني حبة حبة، وهناخد الموضوع كده ونشرحه زي التشريح في الطب، نشرح الأسباب كلها. سواء النهاردة تطرقنا لوجع الرفض وأسبابه، في الحلقات القادمة هنتكلم عن بقية الترابطات التانية. على فكرة في نقطة أقولها قبل ما أقول لكم في أمان الله، هي بتبتدي بعدم تقبل الذات، يعني المرحلة بتبتدي في الطفولة أو من مرحلة الجنين عدم تقبل الذات وبعدين نكران الذات ورفضها، لان عدم التقبل مش معنى كده الرفض الكلي او النكران، لان عدم التقبل هيجي جزئي وبعدين لما عدم تقبل كلي هنقول رفض او نكران، من الرفض ننتقل للنكران لان بينهم درجة بسيطة هنشرحها ربما في فيديوهات لاحقة. بعدين كره الذات بقى اللي هو نقيض الحب، لا مش كره لانه نقيض الحب هو عدم الحب، بس كره الذات دي ذبذبه متدنيه خالص. بعدين الهروب من الذات بقى اللي هو ميكانيزم بيتخذه الهارب في علاقه التوام، وكل ما كل حاجه بتضطره انه يواجه ذاته هيهرب منها حتى لو كنتوا انتوا، لان انتوا هتكونوا انعكاس للحاجات اللي هو هربان منها، يعني للناس الطرف الثاني في العلاقة. إشارة بسيطة برضو للناس اللي في العلاقات الروحية ذات الرابط، دي ميكانيزم الهارب والوجع الأساسي في نفسية الهارب، وجع الرفض وعلاقته بأمه عموما، بس في حالات تخرج عن القاعدة، لكن في المجمل بنسبة 70-80% هو الوجع الرفض ده هو اللي بيفتعل ميكانيزم الهروب، لانه في مراحل بيعدي عليها طيلة سنوات طويلة او مراحل كتيرة عشان نوصل في الاخر لمرحلة الهروب من الذات. وهروب من الذات يعني الانغماس برضو في كل ما يلهي، في كل الملهيات، سواء عمل او ادمان او خمور او ستات او ملذات،
كل ما حاجة تخلي البني آدم تفكيره مشلول ومنغمس في حاجة عشان يهرب من مواجهة نفسه. وده اللي بيترجم حرفيا هو ليه بيهرب من الطرف التاني في العلاقة، لأنك أنت بتعمله انعكاس للحاجات اللي هو لازم يبص عليها، للحاجات اللي هي موجودة بتناديله وهو مش عايز يبص عليها، فأكيد هيهرب منك أنت، لأن أنت هتستفزه. يعني قصدي يعني هيهرب من الطرف التاني اللي هو بيطرده، المطارد عموما، عشان بالصفة تلقائية، وده دي ميكانيكية العلاقة عموما، انه المطارد كأنه بيزنق الهارب من غير وعي او شعور منه، وده من تلقاء الطاقة بتاعت المطارد والميكانيزم بتاع سيكولوجية المطارد، انه كأنه بيحط الهارب في زاوية انه غصب عنه هيوجه نفسه، يعني هيوجه نفسه، وهو اكيد لو يبقى مش مستعد لمواجهة نفسه فهيبقى الوسيلة هي الهروب، وهو مش هربان منك انت، بل هو هربان من انعكاس المطارد اللي بيشوفه الهارب فيه. يعني هو هارب من نفسه الهارب، مش من المطارد فقط، هارب من انعكاسه في المطارد، او انعكاس كل ما يجب ان يتطرق اليه. كنت عايزة أعمل فقط إشارة للنقطة دي، لأن في ناس كتير عندي على القناة يعني بتمر بالعلاقات ذات الرابط من النوع ده، وكان لابد أن أنا أوضح بصفة عامة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، لو في أي استفسارات بخصوص الموضوع ده بالذات ياريت تقولي تعليقات تحت الفيديو ده بالذات، عشان ما أقعدش أنط كده وراكم كل حتة وأدور على التعليقات اللي بخصوص الموضوع ده. طبعا هرد على التعليقات في أقرب وقت ممكن، واعذروني إن تغيبت عن كذا تعليق غصب عني، بسم الله ما شاء الله لكثرة العدد، بس بحاول طبعا إن أنا أرد على كذا تعليق مهم ومواضيع مهمة وبتكلم فيها، يعني بجمعها وبتكلم فيها في فيديو أو في أوديو. إن عجبكم فكرة الحلقات دي قولولي، وأنا هحاول إن أنا أكثر منها. بدعوكم بكل لطف يعني، وده فضلا وليس امرا طبعا، يعني يسعدني جدا ويشرفني ان انتم تدعموا القناه باللايك او مشاركه الفيديو ان حسيتوا بالضروره، طبعا مش كده يعني، لو حسيتوا ان في حد محتاجه، او على مواقع التواصل الاجتماعي لو في ناس محتاجه الفيديو ده او محتاجه تسمع الكلام ده. وكمان يا ريت تستحملوا معايا شويه الاعلانات، لان انا الاعلانات دي يعني هي مصدر رزق القناه ودعم ليها على موقع يوتيوب، ففقط في فيديوهات الدردشه بتبقى واخده حصه كبيره جدا. في الاعدادات انا ماليش اي صالح يعني في الاعدادات، فعلا انا بحاول اركز دايما في الفيديوهات اللي فيها جلسات او فيديوهات ان انا احط الاعلانات في اول، مش انا اللي بحط، هو يوتيوب بيفرض عليا ان انا احط الاعلانات، بس ليا صلاحيه صغننه كده ان انا اختار سواء في اول واخر الفيديو او على طول الفيديو. فانا في الحاجات اللي مش محتاجه يعني اعلانات في النص زي الجلسات وحاجات تامليه، بحاول دايما ان انا اطلب من يوتيوب كده، بس هو احيانا بيفرض علينا، يعني احاول ان انتوا تفهموا ان ده مش قراري لوحدي، فيوتيوب ليه سيستم كده وليه قوانين، ربما لما يكون الفيديو طويل فهو بيفرض عليا ان هو يحط اعلانات في النص، بس ده مش اختياري. فيديوهات الدردشه بحاول ان انا استغل ان اعتبر ان انتم تتفرجوا في فيلم او في مسلسل وفقرات اعلانيه، ليه في مصلحه للقناه، يعني لو فعلا كرد جميل او كمساعده للقناه واكون شاكره. دعوات الخير طبعا اهم حاجه بالنسبه لي، يعني حضراتكم الاعزاء يعني احرار طبعا في موضوع الاعلانات، بس انا هكون سعيده بتعاونكم الجميل ده وتفهمكم، وهكون أسعد لما تكرموني بالدعوات الطيبة. وشكرا جدا لكل دعواتكم وكل تعليقاتكم الإيجابية، تفاعلكم في القناة الإيجابي، أسرة ذريعة الأسيرة عمالة تكبر وتكبر، وأنا برحب بكل الأعضاء الجدد، ممتنة جدا على الثقة اللي وضعتموها سواء في قناة المرشد راحي النوراني اللي هي برضو قناتي وقناة ذريعة الأسير. لو في أفكار ومقترحات جديدة بخصوص قراءات أنا في الاستماع، لو عندكم تساؤلات بخصوص الموضوع اللي أنا طرحته دلوقتي في الأوديو ده ياريت
وإن شاء الله في حلقات جديدة وفي دوائر وعي جديدة، ولينا أعمال بحول الله أكتر وأكتر. وأنا مش ناسية كل طلباتكم والحاجات اللي أنا وعدت بيها، فقط لأني لوحدي من أدير كل هذه الأعمال. فصبرا جميلا، وزريال أو زينب عمرها ما تنسى أو تخلف وعدها بعون الله، واطلبوا لي التسهيل والتسخير والدعم من الله والمدد. أشكركم، أحبكم، أبوس جبين كل شخص بيتابعني ومخلص للقناة ويتابعها من زمان، وكل شخص وثق فيها ودخل جديد ببوس جبين كل حد وبقول له إن أنا بحبك وإن أنا أختك، وإن ربنا مسخرنا لبعض وإن إحنا بنساعد بعض هنا بدون أي مقابل أو أي حاجة. فقط موضوع إن أنا فتحت طاقة الاستقبال والإرسال والأخذ والعطاء لأنه قانون كوني عشان نضمن التوازن وعشان ما نختلش عن ذبذبة الوفرة، بطلب من الجمهور فتحت حساب للتبرعات لمن يرغب. ده مش فرض خالص، يعني القناة دائما بتقدم خدمات مجانية للمساعدة خالصة لوجه الله بنية طيبة وشاهد عليها ربنا ومسخرة من الله. فقط إننا يعني لما وصلت القناة ل 30 ألف فضافوا لي اوبشن جديده اللي هي الانتساب. فكل شخص زمان طرح عليا فكره انه عايز يقدم تبرعات او مساعده للقناه او يعبر عن شكره بطريقته الخاصه واختار انه هو يعني يتبرع بمبلغ حتى ولو حق يعني لقمه عيش او رغيف عيش، فمش يعني مش عيب أو حاجه محرجه، فالفايده في النيه. فموضوع الانتساب للقناة ده لما وصلنا ل 30 ألف، فدي اوبشن قدمها لنا يوتيوب للناس اللي عايزة تساعد بالطريقة دي، وللناس اللي عايزة تبعت يعني على رقم الحساب اللي انا كتبته. وليس عليكم من حرج، ودي مش إلزامية. القناة دائما بتقدم خدمات مجانية للجميع وبترحب بالجميع، ودائما على العهد وكما بدأنا نواصل. وكفاية جدا دعوات الخير اللي انتوا بتقولوها من صميم القلب وبتوصلني، وربنا بيشيل عني وفعلا بيبارك لي بفضل دعائكم والفضل لله وليكم ولوجودكم. يعني ما فيش حرج في النقطة دي بالذات. اعتقد ان انا كده كفيت ووفيت بالنسبة لحلقة النهاردة. يا رب تكون خفيفة الظل عليكم، يا رب ما تكونش يعني وجعت لكم قلبكم بخصوص الرفض ده. ولو في ناس بتسأل عن برنامج التشافي من قناة زريال الأثير، عندك جلسة ضغط أوسط، شكر القلب، جلسة ضغط الحب العظيمة، جلسة شكر الجذر، اكسير الحب، ضغط النور الإلهي الأخيرة برضو جميلة جدا وبتساعد بساط النور. وهبقى أكتب لو أنا نسيت حاجة، هبقى أكتب برضو في التعليقات برنامج التشافي لمن يتابع برامج التشافي على قناة زريال. لسه ان شاء الله في حاجات كتيره هقدمها بخصوص طاقه اوساط الشاكرات، هكمل ان شاء الله المسيره زي ما بدات بخصوص الجلسات التجميليه وغيره. فصبركم عليا شويه، وانا بحاول الله هكون متواجده اكتر معاكم على القناه، وبدعي لكم من كل قلبي من كل حد يلاقي ضالته في الحياه وسر سعادته. ربنا معاكم، ربنا يحميكم، ربنا يسعدكم، ربنا يخليكم ليا. بحبكم جدا، اختكم في الله زينب او زريال الاسير. باي باي. اهلا بيكو حبايبي، جيت النهارده اتكلم معاكو في برنامج جديد على قناه زريال الاسير، وانتوا طلبتوا كتير مني، وانا النهارده ان شاء الله اول حلقه من حلقات مش دردشة. هتكون الحلقة كل مرة نتكلم عن موضوع معين، الموضوع ده بيكون بيهمكم كلكم أو حاجة بيهمني بيها ربنا سبحانه وتعالى. عايزة أقدم طبعا موضوع الحلقات، هنتكلم في حلقات وعي، يعني ممكن نسميها حلقات الوعي. هتبقى حلقات ربما طويلة ربما قصيرة على حسب المدد وتمريرات الوعي اللي ربنا هيكرم بيها. هتكون حلقات مسجلة وهتنزل بشكل معين، يعني يعجبكم إن شاء الله بحول الله وربنا يقدرني إن أنا ألبي كل أو أرد على كل سؤالاتكم. حلقة النهاردة هنتكلم عن حب الزيت وإيه الأسباب والمسببات اللي ما تخليناش نعرف نحب نفسنا. احنا ليه ما بنحبش نفسنا؟ حتى لو احنا كنا فاكرين ان احنا بنحب نفسنا، فتلاقينا في بعض المواقف وبعض الحالات بنحس ان احنا لا، احنا بنكذب على نفسنا او بنتكلم باسم ان احنا نحب نفسنا، وفي الحقيقة ما فيش حب صادق او جواني لنفسنا.
حب النفس أو حب الذات، تقدير الذات، احترام الذات، كل المصطلحات دي بتحوم حول نفس النقطة. هنتكلم بأسلوب الدردشة اللي انتوا بتحبوها عند يعني على طريقة زريال أسير أو I love myself enough to keep some space from you. You don't control me anymore, no. I'm not the old me, now I'm my own me. And I'm so aware of all the toxic things you do. So you can leave me and believe me.